مصر على موعد مع ظاهرة جوية جديدة. كشفت خرائط الطقس بداية دخول الحزام السحابي من أقصى جنوب غرب مصر المتوقع تأثيره على مصر بداية من اليوم وحتى الأيام المقبلة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية، وأيضا رياح وأمطار رعدية تصل إلى بعض المناطق. فما هو الحزام السحابي وما أبرز توقعات الأرصاد خلال الأيام المقبلة؟ تفاصيل أكثر من خلال هذه التغطية الجوية. مع بداية العام الدراسي الجديد ودخول فصل الخريف يترقب الجميع التحسن الجوي، إلا أن الطقس له رأي آخر، فمصر على موعد مع ظاهرة جوية جديدة وهي ظاهرة الحزام السحابي المرتقب. وبالفعل كشفت خرائط الطقس بداية دخول حزام سحابي جديد على مصر من أقصى جنوب غرب البلاد، وذلك بدءا من اليوم، حيث سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية. ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي ونشاط للرياح مع انخفاض في نسبة الرطوبة، هو الأمر الذي يساعد بدوره على زيادة الإحساس بانخفاض في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل. كما ستكون هناك فرص لتكون السحب المدارية لتغطي أجزاء كبيرة من الصحراء الغربية ومناطق من السواحل الشمالية والدلتا تصل إلى القاهرة ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد وشمال ووسط سيناء، والتي تعمل على حجب أشعة الشمس بشكل جزئي. أيضا من المتوقع أن يصاحب السحب المدارية سقوط أمطار تصل إلى رعدية على بعض المناطق، الأمر الذي يشير إلى انكسار الموجة الحارة بداية من محافظة مطروح لتتحول الرياح من شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وتبدأ كتلة معتدلة في التأثير على شمال البلاد تعمل بدورها على التحسن التدريجي في درجات الحرارة، ويمتد التحسن تباعا للداخل مع حلول ساعات المساء. ومن جانبها كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية. وقالت الدكتورة منار غانم إن اليوم تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل من 3 إلى 5 درجات مئوية، حيث تسود أجواء خريفية بامتياز وخاصة في المحافظات الشمالية. أيضا أشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة يأتي بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة مما يساعد على حجب جزء من أشعة الشمس. وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس مائل للحرارة معتدل على السواحل الشمالية، حيث تصل العظمى في بعض المحافظات من 28 إلى 29 درجة مئوية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية والتي من المتوقع أن تنخفض بها درجات الحرارة تدريجيا على مدار الأيام المقبلة. كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على معظم محافظات الجمهورية، ولكنها غير مؤثرة على المدارس والأعمال اليومية، بجانب وجود نشاط نسبي في الرياح وشبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية بصورة يومية والقيادة بهدوء تام والاهتمام بنوعية الملابس خاصة وقت الإحساس بالبرودة. وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. أما عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 فهي كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة معتدل نهارا وبارد ليلا، ويسود الطقس غائم جزئيا مع فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق. السواحل الشمالية
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومعتدلة نهارا وبارد ليلا، ويسود طقس غائم جزئيا مع فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق. أيضا جنوب سيناء معتدلة نهارا وبارد ليلا، ويسود طقس غائم جزئيا مع فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق. وأما شمال الصعيد معتدلة نهارا وبارد ليلا، ويسود طقس غائم جزئيا مع فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق. أيضا جنوب الصعيد معتدلة نهارا وحار ليلا، ويسود طقس غائم جزئيا مع فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق. كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وننتقل الآن إلى حالة الطقس في المملكة العربية السعودية، فكان أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية اليوم تقريرا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات في المملكة. وحسب وكالة الأنباء السعودية واس، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بأن الفرصة مستمرة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من بعض المناطق في السعودية تمتد إلى المدينة المنورة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية وغربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 30 إلى 15 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، والجنوبية تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط والموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي. فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف وأيضا متوسطة. مشاهدينا، نختم مع حضراتكم ببيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على البلاد، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة، أما الصغرى 22، السواحل الشمالية العظمى 29 والصغرى 21، جنوب سيناء العظمى 39 والصغرى 28، شمال الصعيد العظمى 39 أما الصغرى 22، جنوب الصعيد العظمى 34 والصغرى 29. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي هذه التغطية الجوية والتي عرضنا فيها لحضراتكم تفاصيل دخول الحزام السحابي من أقصى جنوب غرب مصر، وأيضا عرضنا لحضراتكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.